مرمى ثم أمعيش، رقم ثلاثة مكاني، رقم أربعة جرابسي، خمسة صرفة، ستة عبابسة وسط الميدان، سبعة بوزيد، ثمانية عدراوي عمر، تسعة خوني، عشرة بالحاتم، وحداش علوي محمد في الاحتياط، قلت خنقي طبتي زلالو حجاس وبغرارة، بأن المخرج هو خالد المسير. الحارس حمات ثم كاروف، بن حملات مدافع، عمروش، أيت عبد الرحمن، مفتاح محي الدين، الحاج عدلان أحسن هداف البطولة الوطنية، رشيد عدان قائد الفريق، أماوش، بن قاسي، موسولي في الاحتياط، إزري، رحمولي، إزري، دودان، أيت الطاهر، وانطلق بالحكم، نسق مع خوني، جرب حظه من بعيد مرفوعة قليلا، تصويبة جيدة من خوني اللي سهل مهمة الشباب، حولة مليحة، ضغط تجاه موسولي، ما توصلش الكرة عند زرفة، قلت عاد راوي وحاجة عدلان ما يتلقاش، أول خطفة يتصدى لها بالغربي والقاسي، يجي أمامه عاد راوي ثم زرفة يخرج وموسولي وأماوش والحارس سهلة بالنسبة إلى بالغربي، ضايع تماما، اعتماد على الكرات الطويلة، ضايع الكرة أمام حاج عدلان، جرب حظه أول قذفة قوية منذ بداية اللقاء ومن حاج عدلان، تنفيذ لاختصاص بن قاسي والجمهور متعطش إلى مشاهدة أهداف و عايت عبد الرحمن قوة ثم حاج وكرة مقوسة جميلة جدا وهذه انطلاقة من بالحاتم وفرصة وكاد يسجل فرصة هائلة أخطر فرصة مع المحاولة نتاع حاج عدلان ليتمتع بأكثر لياقة حيث دخل منذ دقائق فقط دودان أرضية وبصعوبة بالغربي لم يكن تنسيق حاليا عبروش لنا ومعيش ما كنتش منها مدافع جمعية عميلة ويضيع الكرة وكاد يسجل الموسولي يحكم التنفيذ في الوقت وين حمناد يطلب منه الكرة الموسولي حيرسلها إلى حمناد ولكن وصلت الكرة في رجله اليمنى وهو قوي متسلل اللاعب في الوقت وين وهدف كان هنا خطا في المراقبة على كل هدف في الثواني الأخيرة من اللقاء هدف لصفر إذا لصالح الشبيبة في اللقاء في تسجيل حاج عدلان لحظة نشوف حمد هنا عنده الكرة شوف زوج لاعبين خلي الكرة اللاعب يتواصل يمرر لا يمرر الكره اللاعب كان واضح وضعية التسلل واضحه اللقطه ما عندناش يعني ميول لفريق او لفريق الثاني جوج فرق فرق جزائريه يعني فرق وطنيه الكرات الضائعه من عندي لهنا موسولي في الانطلاقه والطريق مفتوح امامه الاعتماد على المراوغه والتنسيق مع حاج عدلان وبصعوبه بالغربي شوف زوج لاعبين ان شبيبة القبائل تفوز هكذا بهدف لصفر وللمرة الرابعة بهذه الكأس كأس الجمهورية بعد فوزها في 77